بالنسبه للحظوظ تسمى غير المنتخب المغربي شينا نتوارى موريا ربما غنغيجي الفريق شويه ديال المستوى لان مؤخرا كاين شويه النتائج تسبحاني غنغل امل بنقرا خاصه ان الاطار التقني يستطع باش هذه القبخلو ماكسيموم يعني تما يلعب نيجان تما يتمارس سواء داخل البطوله الوطنيه يعني غادي برا يعني مين المنتخب نقول اذا خاصني هو انه النتائج بين كوريا سبين تيد بانه يتسمى غاس الحضور تم قرارين وخاصه نتمنى ان شاء الله المقابله ذم زوات لان المقابله ذم زوات تتني راكش كيف هو يتسمى مغاربي باش ندير به قصح بحيث انه ربما غادي يتم تنديد النقطه الحاسمه بحيث انه مريح بحال المغربي تونس غادي يدير الحضور تم قرارين خاصه انه ذم التصنيف فرق تقليديه طويت معروفين افريقيه تقصنت يعني وتاهل انت اذا تريد مش توري غنشيج فرصه سانحه باش المغرب يتسمى غادي يوي الكاس الثانيه ان شاء الله. ما بقاش بلي المنتخب التونسي تاع العقده المغرب ما بولات تسمى هذه الطمانيه المعنويات تكون توخص عن كيزي لا فينال. وان زمان يعني العقده لانه مؤخرا خصها كيز ديال لا فينال 2004 ولكن تمشي عاود قبري 2004 التصيمات والمغرب تسمى يلعب بحائي تونس الظروف جو كوا بلي تختلفت شويه لانه حاليا غنغيج من فريق تسمى وطني يختلف شويه في الفريق الوطني تبغي خصها انك تونس قبل. المانيا بولا يعني بولا تشوف بعض الامثله شنو مثلا يلعبنا شنو بالهند ني غنمشيو مثلا السعيدي ني غنمشيو مثلا بوشوفا ني غنمشيو مثلا العاب نيتيران ايطاليا بنعطيه تسمى هنا اللي لعابن ربما الفريق التقني نسم تسمى حسن زك لعاب لي قديم ميس السعيدي ميس بويا فهم ميس النظار مش تولي تسمى المستوى نسمى ديال هذه مونديال هذه المونديال الافريقيه ودير بعض الشكوك قاش تولي مصاب بضانس وغنغبوش كتسمى دي لا كومبيتونس ولعاب السعيدي لان يبين خاص سواء ندير الفريق ديال تيراك جروبا سواء انا في المنتخب المغربي انما حاليا بنج علامه استفهام بالنسبه للتوعو كي تغادي يوقع وان شي شيء تسمى ربما الاعلام الوطني وانا غادي نسبي الشده من التوعوك يعني الاكيد هو انه مثلا مراك ديسي حاجه جيده حنا جاني ديجن المكس بضم قراني المنتخب الوطني ان شاء الله مريا في تونس قد يبوي غادي النهايه غير كاس افريقيا مريا في تونس ممكن تنساوش المعنويات كوشي وتونس تونس بدا قصح المغرب اعراب وارتقاء جارس الجزائر جارس شغل ندير بمعرب بنيكرو ان شاء الله مريح حسين المغربي تونس يبول هذه النهايه غير النهايه يبول هذه كاس افريقيا ان شاء الله وشو اللي يلعب المنتخب مار المتشي يلعب سبيسيال المغرب يلعب غنعمى سيدي الشما خذا لعب سبيسيال غنعمى سيدي السعيدي مريرا قد يجمونا سعيدي قاش كريستي شتي نغلا ان شاء الله هذه لا بارتي دو سيكوندو نختار سيرو مريرا يبول غادي نجي نحشط بقران ونذا العب عارفين عارفين يتوي يخفنس ذي سيتي راس وول ديني عارف ان عتي ديال الدفاع المدافع خطر احسن الترسيل ديال العالم انت هذا الدفاع ايطاليا المهم نشن غار المنتخب الصباح ان شاء الله خصنا شويه مروه قنور النفس النفس اللي سنيري النفس المنتخب يغي نفس تولي هذه نفس المغرب اللي عاود بالغير تونس هذه نفس بولا هذه نفس الكابو بوركي الكانو بيقصب يسبق يا بحال غدا ديها ولكن نهارا لا نهارا يقتضي يدير الحظوظ المغرب احسن زقول الجوا نتمنى يا توفيق ان شاء الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اولا وقبل كل شيء نشكر راسي كي قلت لاني ما يتخطى كلشي اللي عندي في النظر انا في المنتخب الوطني من المغربي مش توري راسي شنو الحظوظ راسي شنو الحظوظ حسن زي زي مش فوق غوم زوا كوميديو سان المدرب ديالي درس اللهجه التكتيك المغرب مش توري راسي لعاب للمستوى تير عندي الانديه تم قراني باوروبا كالشماخ السعيدي بوصوفا باش توري ان شاء الله المنتخب المغرب هذه راح بعيد غاسي يجي الفريق شاب وغاسي وانا مش سقاني لعاب مارا غاسي تجربه ورانا البطولات تيم قراني كان الشامبيونز ليغ كان الويفا تيران كيجي ديال البطولات غرانزي ايطاليا فرنسا باش نتوارن الشين ندير مش توري كاس افريقيا السنه غادي ندير انا كيبوت تسمى جهد ما بينهم غانا مجلس قناة مالي في كوت ديفوار مش توريغ المغرب زي كيبا وثا تسمى يتيران خونا كاس افريقيا وزونا تاوين مش توريغ ان شاء الله المغرب غاسي كيبو غا سبحان ونتقديش تيقف وارتي ديال المدرب نيم كيريكس
والمغرب ماش تغي كيرا الزمان وجبوا شنو ماش ديوس المدرب لنا ماش سقنا بلجيكي ديريكس يبدرس التكتيك يبدرس الهجوم ماش دا صفغن بالون في الدفاع غوسط الميدان الطاقن وماش سقنا الهجوم عاود وانت توشا بلي لعب النق وغنروح 11 لعاب تعتمد الزيت تعتمد خشب ديني وراه ديني تريمان دي غرادا كيف النيفو ديج والثاني تتي في النقطه في مقره تي غاش المغرب باش هذه يوض بعيد ديك كاس افريقيا ونشكى ان شاء الله نشكى الموقع نقصي كان نيت نشكى في التوس بالخونج ديال لعب مزنغان ماني مارو حتى في الموقعه ونتمنى ان شاء الله هذه الدنيا نجي الساعه ان شاء الله امل الجزيره وراش نشكى ريش ونتمنى شي مثل موفق لي تاريخ منتخب مزنغان وشكرا ماريو نتراها للدوره بان المنتخب الوطني يمكن هذه يحقق شي حاجه بالنظر انه طبيعه لعب نسمى النوعيه لعب غاس مورا والمسار نسمى شتو غادي بالاقصائيات وماريو علقنا المغربيين مرة علقنا امال باش ربما دير الكاس الثاني لان تعتقد 76 والكاس الوحيده اليتيمه وتسمى النتيجه لا تليق بالمنتخب شنو المغرب نظرا للمؤهلات الناس نظرا ان الكره ديال المغرب تعتبر من شنو لعبه غاسيه الشعبيه تعلق الامل مرة يخص باش الفريق الوطني غادي يحقق الكاس الثانية وتعتقد انه غاس ممكن جدا انه غادي يحقق الكاس خصوصا ان الغياب مجموعة المنتخبات تغات مع منتخبات غاس دائما الحضور خصوصا الكاميرون مصر نيجيريا اعتقد في منتخبات غاس تردايس تعتبر منافسة من المنتخبات المرشحة دائما تسمى باش دوري الكاس اعتقد ان الفريق الوطني مارا خاص حضور كبير جدا ونتمنى يحقق والمقبل نهار اثنين ضد المنتخب التونسي المنتخب نهار اثنين تعتقد انه المغرب مرشح رغم ان الجنديه دائما جا تونس ضد المغرب ولكن ثان اثنين تعتقد بان المغرب ممكن جدا انه يلعب خوش النتيجه اش تتوقع تحسب تخمينتي النتيجه تاني شويه عريضه في المنتخب التونسي تعتقد انه غاس من زغيا اسم غاس مرا المدرب توغيس يوظف ترسانة البشرية غاس لأن وقفت سجن الذكاء ولا ممكن أنه يلعب بسهولة المنتخب التونسي لأن المنتخب التونسي هو يقيم شاذ المنتخب اللي تغنس القبر ما مش تغنس قبر أن التونسي ممكن جدا هذا على عكس ما من نظار ديال الهند بأن التونس مثال عاد قطعة قوية ديال الهند قبل النتائج الأخيرة الهند ولكن ذي كرة القدم تعتقد أنه هو المنتخب الوطني ديال الموعد المغرب يتمنى يحقق الفوز لاول مره وهي ديك الكاس الافريقيا يتجا التصويت النصري زي ربيع 1976 ونتمنى الحظ المنتخب المغربي بالنسبه للمقابله كالفريق منتخب تونس مقابلة قصح الطاس تعتبر الديربي مغاربي وني قصح الطاس واتمنى المغرب ان شاء الله هذه يحقق الفوز خير المنتخب التونس الحمد لله اللي غاصب حظوظ الطاس اللي تاهل للدور الثاني ان شاء الله الى عبر توريد غير هذه المنتخب الدوريه بطوله افريقيا والحظوظ ذين يلعبون الطاس من بينهم خديش شنت ولا غا يجين يجين تكون ماريو السعيد من منطقه النار مرابط نتمنى هذه حقق نجم وين نتيجه مجهوده يجن مقابله ديال المقابله سبحان ونتمنى يزق لعاب النغني تحت هنا نفوز كفوش تعاونا و مش طوري غير تما يلعب المنتخب المغربي يعني عام التصوير مارس نشري الفرق نسن يقصح خاصنا شويت ونتمنى ان شاء الله هذه ان شاء الله هذه مار من غاس ان شاء الله في مش طوري غير مش كاس افريقيا نمرايا في غياب خمسه المنتخبات قويه الكاميرون جنوب افريقيا مصر الجزائر الاسباند نيجيريا غاسيري ريجن تبع خاص يعني ميرسي شينير ستكن طريقه وهو الحظوظ المنتخب المغربي ميرسي شينير وهو ام المنتخب الايفواري المنتخب الغاني يعني اش حق ثلاثه سنين غيرين ديال المربع الذهبي نعم
وبلاني المقابله نهار فين المخابره تيتي غيظها الوجه الحقيقي اللي غادي تبني بولا تما وغادي تلبش التاثير في المسيره ديال البطوله. هادشي اللي الصراحه بالنسبه للمقابله فين تلقى المنتخب التونسي غاسج ندير به خاص مستوى جا فنان المنتخبات مستوى متكافئه. المقابله ان شاء الله شورتو تو يقيس بقاسي على الحزيره فينال يعني بلاني تما الفرصه اللي ينتقم المغرب ديال تونس. عشاني الصراحه يعني التركيبه البشريه غنغرخو بوذيا غنكيج الانطلاقه جد قويه في المنتخب التونسي. نتمنى ان شاء الله نكثر هذه النقط. واش كمال يلعب لي توريدي غيرين ديال النجوم غير هاند النجوم ديال البطوله يعني؟ الصراحه مرت العناصر غانا مرت النجوم غادي نبغوا شمنا واش النقص. نشكر زي كامبون نيت الاقتراح اقتراح المنتخب شي نتمنى زي المنتخب ان شاء الله ديك كاس افريقيا غادي يقدم المستوى مليح. نتوارى المنتخب غاس المجموعه يلعب زي الانديه صبحت زي اوروبا شي نتمنى ان شاء الله دي الدور الاول ان شاء الله غياب حيتونس ان شاء الله تمزواروت برك بارتي ديال مزواروت تش الحظوظ اوفر للمنتخب باش يدير ديك على غزات يعني غزات زي المنتخب شي نتمنى ان شاء الله دي قاعد غزات دي ان شاء الله كاس افريقيا نوحش كاس افريقيا تقول 2024 فارس ديال المنتخب 2008 واكيشا دي مصر هو الدور الاول شنت بنيت المنتخب الحظوظ الاوفر شي نقن غير كيس ان شاء الله. ملي لعب نيت وريده دبانن خلال يلعب يلعب نيت ورا شينا مو دبان ديال البطوله يا غاك شين زيسنا بعدا نكرا بعدا غنغ شنو يوسف حجي غنغ عاود ثاني مروان الشماخ لين عاود العاب نخصين تزي النضا عاود ان شاء الله هذه اسامه السعيدي ايوا المهم المنتخب غنحرم لعبنا فاتي شنو دي الدفاع قش غنرد الدفاع المستوى الرفيع توري المنتخب المغرب غادي يوفق ان شاء الله دي الحظوظ نص لكاس افريقيا من زي غاس يلعب النجوم تير عندي فرق تيم قرانين التصدين يلعبن غاسن امكانيات صنع الفارق في بارتيلة المنتخب المغربي من بينهم ذين الشماخ السعيدي ذين مدافع بن عطيه مهدي بن عطيه ذين مش المنطقه نغعوذ المرابط تصل يلعبن بالنسبه لاسامه السعيدي مثل بويا فات وقال بلي قريتي شتي مش توريد تسمى المشاركه مش توريد يعني غاس يمكن غاس يشرح حظوظ ديال المشاركه نس دي بارتي ديك تونس مش نتمنى يا الشفاء العاجل ان شاء الله مش غادي سبيا القدرات نتاع وانا عارف ان شاء الله باش توري المنتخب ديال وضله في المربع الذهبي غادي هو الكوبان غير على حسب التخمينات غادي تقل بالنسبه لحظوظ نص كوال هذه وضغ ديوض فاينل ديال السيمي فاينل ديوض تاع الرتبه ان شاء الله بركي غاسن امكانيات وضغنا الصراحه يا اولاد الحظوظ تبان عندها ايجابيه عندها الفريق يبان متكامل ونشوفوا بعض الفرق الاخرين من الفريق المنتخب التونسي تو فريق قوي عنده لاعبين كبار مدرب كبير رحيم نخرهم هذه نتشكر بوا من سيكان كان ازغنغان سيكان كان نيت الى غادي استضفن نقارس نقا المنتخب هذيك شنو حاجته اللي قاعد غلا فينا واش تمني غادي يحقق كاس امم افريقيا وانت انت تستاجر حضور الجمهور هذا حتعاونن تعاونن ماديا معنويا تعاونن تعاون مع حتى اللي كاع النهائي وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم تشكا سيكا كان بواني تيغ ستاد فنارا ونشي نتمنى ان شاء الله المنتخب نغي ان شاء الله نتمنى اللي قاعد نتمنى تنعاون مارا تنعاون مارا نشجع نتمنى لي كاع التوفيق ان شاء الله وشكرا. من يلعب ني تورينا زين هنا ان شاء الله نشتق نور الدين مرابط اللي حقق شن حاشات بلا خاص درا الانديه نغنيت عاود غاري غانا ندير القناه ديال المياغري ويرقي واش بوستيرو نغنيت السعيدي مراي راه عاود وان شاء الله نتاع التوفيق المنتخب. بسم الله الرحمن الرحيم اولا نشكا الموقع سيكانكان بوان نيت ونتمنى التوفيق ديال المسار ان شاء الله. وبالنسبه ل كيبون المغربي زي تعترف ان شاء الله ديوض غاشن النتيجه الصباح و نتتوش يعني
إتي لاخ خوينا مسسقان باش هادي ديوي كأس إفريقيا و جروب دي الجن يقصح شويت، ولكن نتمنى إن شاء الله ديوي غاش النتيجة في الصباح و ديوي كأس إفريقيا وكي تصقو ميوتي ديوي و مش تواريغ إن شاء الله ديوي غاش شنوين الناس دي الصباح إن شاء الله. مقابلة هم زورة أصلا عن رينك تونس مش تولي المقابلة يا مش غير مقابلة تقصح شويت ولكن جديد يتبان بودع التوين النتيجة يقدر أطفق 2 غيج 2 0 يعني فوزي المنتخب إن شاء الله ماشي نات نسجع عاود لا بد نشوت التشجيعات المنتخب شكرا زيد مش توري إن شاء الله المغرب اليابع 5 0 هذه راه السعيدية بويا فا انتو ديك الناس نمبر واحد ديروا هجوم ديال الدفاع ديروا وسط ان شاء الله نتمنى الرياض اللي كاع الكاس الافريقيا اللي كاع غالا فينال تيري المشاركه تحس زيني تونس ما اللي يحضر ليهم غالا فينال حسن زيني تونس حسن زيني كلشي ولكن نتمنى ان شاء الله المغرب الرياض السادسية باش من الرياض عاد شعمار صغير ما الشوارع على عمار سيودين عاش محمد السادس الحدود الثاني بصح بالنسبه باش يدي الكاس مازال ما باش عاد صيب وبالنسبه للمقابله نهارتين ضد تونس كيفاش كتشوفها انت واش غادي يكون الصراع قوي ولا غادي يربح المغرب بسهوله غادي يكون الصراع قوي لاقاش عندنا يعني مع الفريق التونسي ديما ما عندنا سماح بحال في لافينال ديال كاس العالم انا ما عمرو ما كنصيبوش عليه بعد هذيك واو المهم المقابله اما يكون التعادل ولا تكون الخساره ما نسربح انا تونس زيدي ما كيقولوا تما الحظ ما كاينش عقده مع المنتخب التونسي واخا وبالنسبه للنجوم ديال المنتخب شكون اللي كتشوف غادي يبان في هذه الدوره هذه ايوا بحال السعيدي بحال الحجي الشماخ الشماخ شويه ما عندوش شي حال ذاك تاع رابط وعندك هذاك اللي مع رابط مشي هذاك العربي 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 هادو الحارس وانت فين كتتابع المقابلات ديال المنتخب في القهوه ولا في الدار؟ في القهوه في القهوه مع الدراري مع الصحاب ضروري ايوا سيدي نتمنى لك التوفيق معك في الاتجاه ديالك شكرا السلام عليكم عليكم مشينا بالخميس خرجت بزغنغان مشينا نهار فنايين ديني باكتيزون جا المغرب تونس شنو تاع المغرب ديال حشيره غاصيرو المغرب راسي حرمني تيغان راس مراتي راس كوفاكي السعيدي حجي ايوا توفيق المنتخب المغربي ان شاء الله غادي تكون شوا واك فوت في كاشوا وباش تولوا تاعو يا عبد الحكوم تاع غادي يا عبد تما غادي نبوجا كي بويت ما يقصح جا المغرب غادي نوروك المغرب غيني كما يقولوا والو ما يسقى والو ما غادي هو ناس كوسا اما سيدي ياو والسلام عليكم انشت مني غادي كاع المنتخب المغرب غادي كاع كاس افريقيا ديوي المرتبة لهم زوارد الشي لعابين وذي تعجيب عادي تعرفت تمني المنتخب غادي يقع